بسم الله الرحمن الرحيم. ده المفروض بحث دراسة نقدية حول كاتب إنجيل يوحنا، الرد المفحم على كتب اللاهوت الدفاعي أبو عمار الأثري. المفروض إن أنا براجع يعني التنسيق بتاعه كده. طبعا يكون إن في بوردر أو إطار وفي فوتر والهيدر اللي فوق، اسف ان في هيدر فوق والفوتر تحت وكاتب فيه روابط وترقيم صفحة. الكلام ده كويس يعني، بس في تعديل بسيط هنا، في سطر زيادة مش عارف بقى هو عامله قصد ولا لا، بس يا اما يتشال كده يا اما يحط مكانه سطر، يعمل من فوق هنا شيبس ويجيب خط كده يمشي من هنا لهنا. لو هو عاوز يعمله فاصل ويعمله خط اسود كده. طبعا في مشكلة ان هو عامل البتاع ده يدوي، فهو يا اما كان المفروض يعمله في جدول يوسطا كده، يعمل insert table ويبقى متقسم اتنين، قسم يحط فيه الكلام ده اهو على جنب دراسة نقدية، وقسم يحط فيها الموقع حطه على جنب هنا، تبقى يجيبه على جنب اللي هو كده شمال وشمال، وتبقى www. ممكن يفعله عادي كده، يبقى ده مش محتاجينه وده مش محتاجينه. طبعا الجدول ده نيجي هنا وندوس عليه كليك يمين table properties border and shading ونقول له نعم كده زي الفل. بغض النظر عن الخط، هو مستخدم اريال عادي، انا يعني افضل ان انا على الاقل استخدم traditional arabic، بيبقى شكله الطف. وبعدين ممكن بدل 12 نخلي 12 مثلا كده اهو. ده كده يعتبر كويس. الصورة اللي هو حاططها معمول لها ظل، حتى هو عايز الظل ولا مش عايز، picture effect في شادو نخليه نو شادو كده ماشي. برضو هنا تحت يجيب الكلام ده على جنب هنا، يمسح الشرطة الزيادة دي، ممكن يمسح الشرطة الزيادة دي ويجيبها في النص، مش مهم ال HTTP ده، ويفعل الرابط يديلها مسافة. هنا برضو كتر خيره حاطط موقع الدعوة يتظبط على جنب هنا، ممكن يتوسطن أو يتجاب هنا لو عايز يجيب ده شمال ويجيب ده يمين مش هتفرق. برضو يمسح الشرطة الزيادة دي، مش مهم HTTP، يفعل الرابط. طبعا رقم الصفحة بس علشان نتأكد ان الرقم ده مش محذوف شوية على اليمين، بنجيب الديزاين اللي اوت ده هنا ونقول له distribute columns كده اتوسطنت، بحيث انه يتأكد ان الرقم ده محطوط في النص. طبعا الرقم ده مش بحب الأقواس دي، ممكن يتحط في أقواس عادية، أي رقم الصفحة يتحط في أقواس عادية أو حتى من غير أقواس، بغض النظر هيتحط في أسفل البحث ولا فين مش مشكلة. برضو بنفس الطريقة نخليها traditional Arabic ونخليها 12، ممكن نخليها كله بولد، يبقى كده زي الفل. ده أول تعليق مبدئي على التنسيق كده، ظبطنا الهيدر والفوتر كده زي الفل. طبعا هنا في مسافات ملهاش لازمة، مش مشكلة. أنا مش عاجبني طبعا استخدام الخط ده لتايمز نيو رومان، أنا لو عليا هقوم معلم على البحث كله كده وأخليه تراديشنال أرابيك. طبعا هنا برضو الدنيا مش متوسطنة، فكده يوسطنها. المفروض دي متوسطانة ماشي، ودي كاتب النقاط. طبعا الخط اتغير فالدنيا وسعت شوية، مش مشكلة. نمسح اللي فوق ده
برضو الدنيا واسعة شوية، ممكن نشيل مسافة من هنا، ممكن نشيل مسافة من هنا. فاضل لسه واحد، ممكن نعلم على كل دول ونشيل المسافة. لسه دي 28، نخليها 26. كويس كده، دي 22، خليها 22 زيها. طبعا دي آية قرآنية. أنا طبعا بما إني بستخدم الخط بتاع جولدن لوتس، فالجولدن لوتس فيه في الانسرت سيمبل مور سيمبلز. لو جبت الخط بتاعي اللي هو جولدن لوتس هلاقي فيه الأقواس بتاعة القرآن وبسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله عليه وسلم والكلام ده كله. آدي هنا قوس أهو، قوس أهو، باخد القوس ده حطه هنا. هنا الخط ده، طبعا انا في عندي خط للآيات القرآنية اللي هي خط المصحف اسمه KFG عثمان طه. بس انا عشان علمت على القوس. في حاجة غلط في الدنيا دي. ماشي. كي اف جي ده هو. وانا دايما بخلي لون الاية كده لون اخضر مختلف، يعني مش هيفرق كتير. طيب ما علينا، كل ده كلام عادي يعني مش هيفرق. هنا برضو وبخلي المسافة ما بين السطور واحد، وبعدين remove add add remove remove add space after paragraph. بس كده أظن كده الدنيا اتظبطت. اللي أنا عملته إن أنا بخلي للملف كله، بدوس كنترول A وبعلم على الملف كله، بخلي المسافة ما بين الخطوط واحد، وبعدين بخلي بس space after paragraph. بس كده الدنيا اتظبطت، يعني ما يبقاش الكلام واسع قوي. طبعا مقدمة نجيبها في الاول. الفكرة هنا بقى ان ما يكونش فيه سطور زيادة ملهاش لازمة، ما يكونش فيه سطور زيادة ملهاش لازمة. وطبعا انت ممكن تقول ايه ده الخط التراديشنال عربي ده مش عاجبني رفيع قوي، ما انا اصلا ما بستعملوش. انا بستعمل بشكل عام الجولدن لوتس. الجولدن لوتس خطه افضل، بس للايات القرآنية بس والاقتباسات وكده بستخدم الخط الكي اف جي ده هو. كده تلاقي الخط ايه افضل يعني كده. هنا الخط ده أكبر، الخط ده أكبر شوية، مش مشكلة. ممكن نخلي العناوين دي كلها زي ما هي كانت traditional Arabic. طيب هنا تلاقي الخط أفضل. أنا فعلا زي ما هو معمول كده، الخط العادي الكتابة العادية بتبقى 16، العناوين ساعات بخليها أعلى شوية 18، العناوين الرئيسية مش بخليها 28، بخليها 22، 22 أو 24 مش تفرق يعني. هنا بس في ملحوظة إن علامات الترقيم دي ما يكونش في مسافة ما بينها وما بين الكلمة اللي قبليها، فباخد علامة الترقيم بالمسافة كوبي، وبعدين بعمل replace وأقول له find what، باخد paste، وبعمل هنا باخد paste بس بشيل المسافة اللي قبليها وبقول له replace all. كده هو لوحده هيعدل لي كل الفواصل دي وشال المسافة. برضو في هنا ايه نقطة، بقوم عامل كده اهو copy replace replace، بس هنا بقوم شايل الايه المسافة. كده هو هيظبط لي الدنيا دي لوحده، وهكذا. برضو الاقواس دي
كي اف جي اخليها بولد. في برضو ايه ان يكون في مسافة كده، مسافة تبين بداية فقرة، مسافة تبين بداية فقرة، مسافة تبين بداية فقرة. طبعا انا مش هقدر اراجع الكلام. في برضو نقطة تانية مهمة، ان هو عامل هوامش بايده، مش عارف ليه عامل هوامش بايده الحقيقة، فلازم هيغير كل الكلام ده. في برضو حتة ايه هنا عامل علامة الاستفهام، مش لازم تعمل برضو ريبليس، تشيل المسافة، هو هيغيرها لوحده. كويس. هنا بقى انت عايز تعمل هامش، تقوم جاي هنا، سواء هتعمله اقواس زي كده ولا هتعمله اقواس زي كده مش هتفرق، المهم انت تعمل هنا insert، اسف references insert footnote، هو لوحده بيعمل لك الحوار اللي انت عامله ده. بعد كده تاخد الحوار ده كده للقراءة مقال مش عارف مين، تمسح بقى كل ده، ده كان فاضي كده اللي معمول ده. طيب تشيل اللي معمول هنا، بيست اهو، بس كده. عايز تعمل ده بالاحمر بولد، وبالاحمر اعمله بالاحمر، وهنا اهو طبعا دي بتاعتك دي خلاص ملهاش لازمة، بالاحمر. وبعدين تقوم عامل له سوبر سكريبت من هنا اهو. طبعا برضو في ايه تم نشره، في مش لازم يكون تحتها خطين، منتدى كان سواء تحت اسم كاتب انجيل يوحنا مجهول بدليل البرهان. طبعا انا كنت اشرت لان في بحث، او مش بحث يعني، مقالة بسيطة، المقالة دي اسمها قبل ان اكتب بحثا، او قبل ما ابدأ في كتابة بحث، كنت نشرها على المدونة عندي، هتلاقي هنا في محتويات المدونة الأبحاث والمقالات، آدي الأبحاث والمقالات فوائد قبل أن تكتب بحثا، كنت كاتب فيها حتة الأخطاء الإملائية دي، إن أنت تهتم بالهمزات وتهتم بالياءات والكلام ده كله. لو نزلت تحت هنا انا انصح طبعا ان ده يتقري، لكن اهو حول اللغة والاملاء، لاحظ مكان الهمزة على الالف، مثل اسم الله الاحد، طيب وبعدين برضو الاحد يبقى الهمزة فوق، الاسلام، الانجيل، الكلام ده كله لازم يتظبط يعني. طيب وبعدين في ايه تاني برضو، مراعاة الفرق ما بين الهاء والتاء المربوطة، مراعاة الفرق بين الالف اللينة وبين الياء، في تتحط تحتها ياء، على يبقى ألف لينة، علي، أي حاجة فيها كسر يبقى لازم يكون فيها نقطتين من تحت، يبقى في منتدى كلمة سواء تحت اسم كاتب جي. برضو لو أنت عايز تشير إلى شيء تحت اسم كذا تحطه ما بين أقواس زي كده، وممكن تشير إليها. طبعا مراعاة، شايف هنا في مسافتين، ممكن تاخد كوبي المسافتين دول، كل مسافتين حولهم لي لمسافة واحدة بس، ريبليس. كلام كتير أوي، كرر كتير جدا، ما علينا. هنا دي صغيرة أوي، واحد اتنين واحد اتنين، مش مهم بقى التلات شروط دول، وحتى ممكن مش مهم الشرطتين. في برضو بالنسبة للعناوين، علشان الموضوع يطلع متفهرس وكويس يعني، في فيديو جديد كنت ضفته على قناة اليوتيوب عندي، youtube.com/الدعوة، كان خاص بالفهرسة، ان انت تعمل فهرسة، فدي اظن انت اول ما تفتح القناة هتلاقيها باول recent upload، كيفية عمل فهرس،
لو ما لقيتهاش هتلاقيها في البلاي ليست اللي هو اسمه اسمه ايه، مش انا مش حاطه في الوش انا. المهم ان انت لو جبت البلاي ليست من هنا هتلاقي في بلاي ليست خاص بمهارات الكمبيوتر. بلاي ليست لايكت، لا هنا اهو. المفروض كده هيجيب كله بقى. فين هنا مهارات الحاسب الآلي؟ والمفروض ان هي متضافة. فيديو شرح تحويل ملفات هي اخر واحدة هنا. تنسيق، لا هنا اهو. كيفية عمل فهرس محتويات لملف وورد وتحويله بي دي اف. بتفرج على الفيديو ده علشان خاطر تظبط العناوين وتعمل لك فهرس الكتروني. طيب انا اكبر من المقال برضو، في هنا فصلات. اتكون هذا الانجيل من كذا اصحاحا ونقطة بعد الفصل. الكلام ده كله محتاج يتراجع، ان كتابته جرت الفصلة دي فيها مشكلة. من هو يوحنا الصياد؟ الفصلة دي فيها مشكلة. الفصلة دي انا مش عارف ليه ما اتظبطتش، بس خلينا نعملها تاني. لقد عاش أهمية الإنجيل كذا كذا. برضو حتة الاقتباسات موجود محطوطة ما بين الأقواس الغريبة دي مش عجباني. يا إما تحطه ما بين قوسين مربعين اللي هي شيفت اف ودي، اف ودي عشان تعمل الأقواس المربعة دي. تخلي القوس بولد ومعمول بالأسود، وهنا برضو تتقفل عليه بولد ومعمول بالاسود. والدنيا دي الهامش ده ممكن تخليه في الاخر كده. برضو تعمل ريفرنسز وانسرت فوت نوت عشان خاطر اللي انت عامله ده ما ينفعش خالص 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 خالص. بعدين هنا انت كاتب يقول اسكندر جديد في كتابه، هل الانجيل واحد ام اربعة؟ ماشي، يعني انت لما تيجي تكتب الهامش تكتب اسمه اسكندر جديد وهل الانجيل واحد ام اربعة، وبعدين في دار نشر طبعة رقم صفحة، ده علشان خاطر الاقتباس يكون قوي. يعني انا شايف ان كل الاقتباسات دي محتاجة تتظبط بالطريقة دي. الهوامش اللي معمولة بالشكل ده الدنيا هتبوظ خالص خالص خالص. أنا هكتفي بالجزء ده في الفيديو، لما الكلام ده يتظبط أراجع عليه مرة تانية ونشوف لو في أي تعليقات تانية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوني مصالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.